أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، يا كل محب، كل أخ وأخت كرام يتابعونني على هذه الصفحة. عنوان هذه الصفحة أيها الإخوة المحبة، هذا عنوانها، من بينها حب اللغة السويدية حتى نتعلمها. جوكفيل يعني مساء الخير، أصلها جود كفيل. هوبس أتني هار هافتين برا دوغ، أتمنى أن كان يومكم جيد. يتي برا. إذا سكا بي ليرا أوس نونتينج نيت. Vi fortsätter med bokstäver. Hur uttalas bokstäver i olika sammanhang och när de kommer efter olika bokstäver. يعني اليوم درسنا عن الأحرف كمان. اليوم درسنا عن حرف الجي. الجي أحيانا الجي إذا إجا بعد منه واحد من هاد لون الحروف بينلفظ مثل الجي. شوفوا إذا الجي إجا بعد منه إيه تلفظ مثل الجي. اللي إذا إجا بعد منه إي أو إي أو آ أو آ آ آ أعطوك لكم طيب نيجي ناخذ مثال. مثلا اجى حرف الجي واجى بعد منه اي مثل هاي شايفينها اللي معناها ماعز. ييت 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 ماعز. شايفين ما قلنا جيت قلنا ييت ييت ييت. طيب اذا اجت الجي واجى بعد منها اي كمان تلفظ ي مثل ييلا ييلا ييلا. ما قلنا جيلا إن ييلا ييلا. إذا أجي بعد منها حرف الواي أو الإي إي مثل يلن يلن ذهبي يلن ذهبي يلن. أو إذا أجي بعد منها الآ مثل يست ضيف يست يست ضيف. أو أ مثل يار يار فيادو فيادو ماذا تفعل يار فيادو. إذن الجي إذا أجي بعد منها إي أو إي أو إي أو أ أو أ تلفظ مثل الي ييت يلا يلن يست يار. برافو. حراكم قصة هلا عن هذا الموضوع نفسه. اسمعوا. Hos faster gärda. Hos faster gärda. Shufu hai faster gärda leka hon. Hos faster gärda. Raho ziyara anda. Hos faster gärda. Hon maktub. G. Läsas ibland som j. طيب. Nera shu maktub bul ussa. Hos faster gärda. Inda l'amma gärda. Faster yani amma. En gång fick Hans och Lisa resa och hälsa på faster Gärda. Marra med marrad. Rahet hälsa Hans och Lisa, yani ishallun rihle, resa, safaru och hälsa på faster Gärda. Hälsa på honom, ma'nata yazur. Mu ma'nata yisallim yazur. Hälsa på. Hälsa på. Arslo? Hälsa på. Faster jäda. Och jäda, så jäda elna. G och jäbad minna hej. Jäda, jäda. Faster jäda. Och kusinerna Jörg och Gösta. Olad al-am. Jörg och Gösta. Som ni kör, mittel man kan köra fin hon. Jörg och Gösta. Jörg kan man G-E. Och Gösta G-Ö. För att ni äter en lafas om till Jörg. Man ul Jörg. Man ul Jörg. Jörg och Gösta. Faster Gärda bodde på landet. Och hade en liten lantgård. Gård. Köpte en hela G. Läsa en hela minna Å. El G och bara minna Å. Lafas om till G. Gård. Gård. Men illa Faster Gärda bodde på landet. Faster Gärda, العم Gärda, تعيش في الريف. Och hade en liten landgård, عند مزرعة, landgård. Där finns det gäss,
Yes was. Och jätter. Jätter. Kaman yes elna ejet g. Och bad minna hej. Yes was. Och jätter. Jätter ma'nata ma'z. Ma'z. نعم طيب جبنة المعزة كتير على فكرة بس لبن المعزة مريء بس جبنة المعزة أطيب ما يكون الشيفغة أطيب أنا بحب جبنة المعزة كتير جيب الشيفغة جبنة المعزة هاي البيضة ملك شرحها حطها بالمقلاية هيك شوي بس هيك لحظة مع يكون أنت جايب خبز مشروح من هذا الخبز بتحمص حاطت زبدة بالمقلاية بتحطها هيك بتقلبها بوش وقفة بعدين بتحط فوق منها هاي جبنة بعدين بتكون محضر شوية معوتين تحطه فوق منها وبتحط لك شوية جوز وكول اوه واذا حطت عليها بلسم فينيجر كمان مع السلام هذا لأصحاب الذوق الرفيع شيفغي أوست يعني هذا جبن معزي أبيض مع معوتين مع بلسم فينيجر مع جوز كول ودعي لي طيب منكمل اذا دير فينس دي يس ويتر وسو مكي انات نيت اتسي واشياء اخرى كثيرة ممكن واحد يشوفها ويتفرج عليها يس هاد دي هانس وليسا ست بطورية استادن من يتر هادم انت ست فروت يس الوز شافو هانس وليسا بالساحة بالبلد بس اليتر المعزة ما شافوه قبل هالأب وده شوف معزة بالبلد اندوغز كل يورج ريحة المعزة مميزة كتير فحل المعزة ريحته صدقوني 20-30 متر ما فيك تقرب عليه ولي عليه على هالريحة طيب ما دخلنا هلا بالك قصص اندوغز كل يورج فاكتا يسن في يوم من الأيام كان جورج بده يحرس الوزات من دوم هاد يجيبت سيفيق بس اني ما ردوا عليه حملوا حالهم راحوا ينوم ات هول ياردس جوردن عبر ثقب في جنينة تبع ياردس ياردة يعني هم موتا دي ناست اندوم ين حاول مرة تانية يدخلون لجوا من ديفار سفوت يورا ديفار ات سفوت يورا يورا كمان يعني كان صعب كتير فور نو غراف يسن واسو اري بتعرف الوز اذا عصب ديروا بالكم بيعض من نقرا فيسن واسو اريا كانوا معصبين كتير الوزات يستا وقت ديتنا اوتي بو يادت ضل قاعد برا عم يتفرج عليهم وانسو ليسا يك اوتي هنم راح هانسو ليسا لعنده دو فيك دوم هوري يوكن يوكن هو نوع انواع العصافير نري يوك اي سوري يوك صا هانس قال انه اليوك هذا العصفور العندليب يعني يمكن يوك يعني عندليب بنتا يوك بوت لا مو العندليب اليوك أظن اللقلق والله أعلم نعم إذا بتتذكروا يوك بوت هذا كتاب مشهور كتير وسووا فيلم كان يمثل فيه جاك نيكلسون فيلم عن مستشفى أمراض العقلية من أشهر الكتب يوك بوت اسمه عش يمكن عش مالك الحزين والله نسيت شو هو اليوك هلا ما لا تواخذوني خربطت بس المهم على كل حال يوك كمان تلفز يو فور اجت بعد منه او يوك بوت نوريه نوري يوك سوري يوك صا هانس ني نو يسر دو قالت يسر كمان يسر جي وبعد منه اي نعم على كل حال ما لح كملكن ياها القصة ولا كملكن ياها Det är inte någon sorgejök, utan det är bäste jök. För han gal inte från norr, utan han gal från väster. Gal, yusih. Dik bolo gal, yani am yusih. Det är sahad dik, toppen galar. Har du förstått? Nu, när det blev middag, begynte. Kan man begynte, tjuf och ishet el-ge, och bad minna, bad minna e. Begynte. Barnen blir hungriga. Yani saru juanin. Då kom faster gärda ut med mat i en korg. Ishet el-amme faster ilo ma'akil bil, yani,
القفص كوري او السلة عفوا السلة هنس تفو يستر اوت يانا كمان شفنا هون يستر ويانا سيدان ليكتي دوم كوري يما ميستا لعبوا غميضة كوري يما يعني غميضة ميدان فاستر يادا وقت دي يتنا دارت بارع العنزات اليوم طلع حظنا عنزات ومعزات وكذا بس صدقوني جبنة المعزة طيبة إلى اللقاء